السلام عليكم. في طبعا من القناة سألت على روتين بتاع الجلد والشعر، ف طبعا انا مش عارف اعمل الروتينات، بس انا ممكن اوريكي الحاجات اللي هما بيستخدموها في الروتين. فانا جيت محل وهوريكي شامبوهات للشعر وماسكات وحاجات زي كده. فهنبدأ، هو في قسم كبير جدا وانواع كتير جدا، بس هوريكي شوية منهم. طبعا مش هيبقى كل حاجة. في شركة بانتين للشعر، ديت شامبو ديت للشعر المقصف او اللي هو حصل له حاجة من كتر الصبغة او كده، فدوت النوع ده اسمه ريبير، بانتين ريبير. وفي منه للناس اللي شعرهم لولو، وبيوري بيخلي اللولوة تبقى ممسوكة بدل ما هي تبقى في الوقت بتتفك كده، ما تبقاش لولوة. ودوت العادي البنفسجي، دوت بيدي فوليوم للشعر، فوليوم اللي هو بيخليه يبقى شكله تقيل وكده. وفي بقى عصي، ديت شركة من افتكر استرالي، افتكر هي استرالي بس انا مش متأكدة. ديت شامبو برضو، ده شامبو، دوت البلسم، وفي الجل بتاعه، وفي انواع كتير برضو. في برضو الرش اللي ممكن ترشيه في الشعر، في منه بالافوكادو، في منه بالمشمش في بالمشمش وفي كمان بالبامبو. كل واحد بيبقى مكتوب عليه هو بيعمل ايه او ايه تخصصه يعني. وفي دوت برضو للناس اللي شعرهم لولو عشان يمسك برضو اللولوة اللي في الشعر، دوت بجابوبا اويل وبالجوز الهند. في الاثنين دول زي بعض اهم. وفي منه بيبقى عامل زي السيروم، دوت اهو السيروم، هو بس في منه بيبقى عامل زي الكريم، وفي منه بيبقى عامل زي السيروم، في منه عامل زي البودينج في علبة زي دي كده. هم كلهم زي بعض او معظمهم زي بعض او مقربين لبعض، بيعملوا معظم الحاجة هي. ودول هير سبراي، هنا ده اللي بيخلي الشعر يمسك. هما دول، في برضو انواع كتير منهم من نفس الشركة. وفي العلبة الكبيرة اوي ديت. وفي شركة سوافي، ديت معمولة بزيت جوز الهند وبالشي بتر، زبدة الشاي لو تسمعوا عنها. ديت ماسك بتسيبيه جوا في الشعر، وبرضو للشعر الملولو. معظم الحاجة بتبقى للشعر الملولو عشان الشعر الملولو بيبقى صعب انك تخليه في كونديشن كويس، انما المش ملولو بيبقى اسهل يعني عامة. وفي انواع كتير زي انتم شايفين. في برضو ديت دي بالكرياتين، فيها كرياتين. ودوت برضو كريم بتحطوه في شعركم، وفي منه برضو شامبو نفسه، هو شامبو بالكرياتين. وفي ماروكو، دوت بالماروكو، دوت للشعر اللي مصبوغ قبل كده او المصبوغ دلوقتي. وفي كمان دوت اللي هو معمول باللوز وزبدة الشيا برضو. كل دوت بقى حاجة اسمها دراي شامبو. دراي شامبو دوت بتستخدموه مثلا لو بتغسلوا شعركم مرتين في الاسبوع، ما بين كل غسله وغسله تحطوا الدراي شامبو، اعملوا شامبو بس من غير ما تبلوا شعركم، هو رش بترشوه خلاص كده. وفي دوت برضو، دوت عامل زي كريم، هو شكله غريب انا مش فاهمه، بس هو مش كريم، هو سيروم بيتحط برضو على الشعر عشان يخليه يبقى تقيل وشكله تقيل. ودوت للشعر اللي كان مصبوغ قبل كده او مقصف، اي حاجه فيه بايظه او هو محتاج يتصلح ويرجع زي ما كان. وفي بقى بايوتين وكولاجين، دوت بالكولاجين وبيخلي الشعر يبقى مليان قوي وتقيل جدا اهو. في منه شامبو اسمه يعني بنسى تاني، ده شامبو بلسم. وفي دوت برضو بايوتين وكولاجين، دوت للناس اللي عاوزة شعرها يبقى فيه فوليوم زيادة، يعني يكون منفوخ زيادة ومليان اكتر. وفي بقى الكرياتين البرازيلي، هو ده كرياتين برازيلي. وفي زيت الكرياتين للشعر عشان ما يقصفش. وفي بقى زيت مروكن، زيت من موروكو، زيت أورجن.
وفي برضو دراي شامبو انواع تانية هنا برضو، كل دي انواع بس تبقى ليها روايح زي الشامبو العادي. في برضو دوت موس معمول لشعر الملولي برضو، وكل دول فوق هنا برضو دراي شامبو انواع كتير قوي. هو افتكر بيبقى في لون دوت لي لون، كل المرسومة ليها الوانات ديت ليها الوانات. ودوت طريقة تخلي جسمك، مش جسمك، تخلي الشعر يطول. دوت بيطول الشعر ويخليه ميقصفش وكده، برضو نفس القصة يعني بدوت. المهم خلينا بقى نخش في الكريمات وحاجات تانية. هاي، هنا بقى دخلنا في البادي واشات بتاعت الدف. دوت اهو للجسم اللي هو اللي فيه حساسية، ودوت معمول بالورد. دوت بيجدد الجلد، يعني الجلد الميت بيروح، ودوت بيخلي الجلد الجديد جاي بقى حلو وكده. وفي دوت الاكسفولياتينج، دوت بيبقى فيه عامل زي حبوب كده وبتدعكي بيه الجسم وبيخلي اي حاجة ميتة في جلدك او ترعب او كده يطلع. وفي بادي واش عامل زي الموس، عامل زي الفوم كده برضو، ده بادي واش. وبصوا عاملين انك تقشري كده وتشمي عشان تعرفي ريحتها ايه بدل ما تفتحيها وتجربي وكده. وفي برضو دوت كريم، دي ريحتها ايه، ريحتها حلوة، كوكونات اويل، دي بالكوكونات اويل. وفي اولي برضو، دوت اولي بالفراولة، ده بادي واش. وفي الكريم دوت اللي برضو الجلد اللي هو الحساس. وفي في البادي ماسك دوت، في البادي ماسك دوت معمول ايه ده، ده افتكر انتوا بتحطوا بقى فيه مية، اول مرة اشوفه. معمول من من التينة، من الكلي، لونها بامبا، وبتحطوا عليه اكيد مية او حاجة وتستخدموه بالطريقة دي. مكتوب عليه هنا اهو ازاي تستخدموه، هو بيعمل ايه، هو بتحطوه لحد ما ينشف على وشكوا وبيشيل كل الحاجات الناشفة او على الجسم، يعني مش لازم وشكوا، وبيخلي الجسم الموجود يبقى ريفرشت ويبقى ناعم وحلو. بتحطي فيه مية عشان تعمليه زي معجون وتحطيه على جسمك، ده المكتوب. وفي دوت برضو اكسفولياتينج اللي هو العامل زي الحبوب كده، بتغسلي بيه برضو الجسم، ده برضو عامل زي هو ده ايه، ده برضو بودرة نفس القصة، بس دي تستخدميها اكتر من مرة، دوت تستخدميه مرة واحدة بس. ودوت بالكيوي، ده للجسم وللوش. ففي حاجات كتير هنا زي كده. وفي بقى الصابون بتاع الايد، يس، في الصابون ده بقى اللي هو اولي، دوت للناس الكبيرة ومش عاوزة تجاعيد في وشها ومش عاوزة يبان عليها الكبر، فتستخدمي ديت. وفي دوت بيخليكي تحسي انك فريش وكل حاجة ناعمة وكده. وفي دوت برضو بيخليكي تبقي ناعمة وطرية، ده طبعا للإيد. وفي بالشاي باتر، زبدة الشيا. وفي بيخليكي تبقي ريلاكس، دوت بيخليكي تبقي ريلاكس، في أنواع كتير زي ما انتم شايفين. في دوت برضو للناس اللي عاوزة تبقى شكلها أصغر في السن أو تبقى مش باين عليها الكبر قوي. دوت برضو شاور جل عشان للناس اللي مش عايزة تكبر، نفسه هو هو. ودوت للناس اللي عندها ستريس او كآبة او هموم كتير، نستخدمه دوت وما بيخليش الهموم تبان على وشك او كده. وفي خلينا نشوف في ايه كمان، في بقى هو اسمه تراسمي، دوت بيتعمل للشعر برضو اللي بيكون مقصف زي دوت مثلا، بيخليه ميقصفش. ودوت بيخليه بريتش اللي هو بيبقى فيه يبقى مليان. ودوت للناس الملونة شعرها، دوت للناس اللي شعرها ملولو، وحاجات كتير في لكل نوع من انواع الشعر وانواع الجسم وكل حاجه زي انتوا ما شايفين. وبرده اهو ديت صابونه اكسفولياتينج، من اللي هي بتبقى فيها الحتت العامله زي ما يكون بتقشر الجلد الميت. ديت العشره $11. هنا نشوف في ايه الناحيه دي، في ليلى، في بقى نفسه هو هو، في دف هنا، استنوا نوريكم الدف دوت، في دف دوت كريم،
لا ده مش كريم، ده طلع بلسم للشعر، وفي شامبو برضو للشعر المقصف وكده. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم متنسوش تشتركوا في القناة، ولو عجبكم برضو اعملوا لنا لايك واكتبوا لنا ايه رأيكم في الكومنتات، ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي.